سولتهم علاش قال لك حكات ترى طلع واقيلا في السيستم فايت لك جلستي اكثر من بالنسبه لهاد القضيه. فاش يكون عندك واحد الكود كيتحط عليك وخصك باش تحيد هذاك الكود راه خصك باش تنفيتهما عن طريق محامي مختص اللي كيحيد هاد عليك هاد الكود هذا ما يبقاش تابعك. السلام عليكم، كيف يمكنني ان اطعن في قرار الترحيل الذي صدر بحقي؟ طبعا هذا هو موضوع اليوم اللي غنتكلموا فيه كما وعدتكم. بداية كالعادة نصلي على سيدنا محمد ونعملوا إعجاب للفيديو طبعا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة التي تعطيكم كل المعلومات التي تفيدكم والمعلومات طبعا اللي هي قيمة. كنتمنى أن كل اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، هذه هي المناسبة وهذه قناتكم اللي إن شاء الله غتكون فيها دائما المعلومات اللي كتفيدكم وكتفيد الجالية المغربية هنا في تركيا، سواء شباب سواء شابات، سواء من أي من الناحية القانونية، من الناحية الاجتماعية، من أي ناحية اللي كتخصكم هنا في تركيا. اليوم غادي نتكلموا كيفاش يمكنني أن أطعن في قرار الترحيل الذي صدر في حقي. دابا أعطوني شدوني، وطبعا كما قلت لكم في الفيديو السابق 48 ساعة اللي كيصدر فيها اللي كيتكلموا فيها على هذا القرار. كيفاش يمكن من بعد ما كناخذ القرار شنو خصني ندير؟ ما نفوتش اسبوع كما قلت لكم، خلال اسبوع يمكنك الطعن في القرار لانه كيكون هو قرار اداري، دونك الطعن في هذاك القرار الاداري اللي صدرته اداره الولايات اللي انت يعني حسب الولايه اللي انت تشديتي فيها. دونك انت من خلال هذا القرار هذا يعني ممكن عندك الحق انك تعترض او لا تطعن، او لا ممكن ان نقول بصفه يعني دقيقه انك تعترض على هذا القرار اللي هو قرار الترحيل. طبعا الحال حتى تتنسى تتسالي القضيه ما كيرحلوكش، كتبقى في تركيا حتى تتسالي القضيه ديالك. يعني اللي كتاخذ نورمالمون هي كتاخذ مده قصيره، ولكن في العاده والقانون طبعا الحال والملفات فكتقدر تاخذ حتى العام ونص، ما بين عام وعام ونص او سنه او سنه ونصف القضيه باش انك عاد كتحكم انك لا كنتي مثلا في هذاك المشاجره او ديك القضيه اللي وقفوك عليها البوليس وتاخذوا حق القرار ديال انك يرحلوك، راك انت يعني بريء منها وما عندك حتى شي دخل فيها، فبالتالي ما كترحلش وكترجع الاقامه ديالك اللي كانت عندك اقامه عمل او لا اقامه، اي نوع من الاقامه كترجع لك حقوقك ديال الاقامه كاملين وكلشي ترجع. بطبيعه الحال ملي كتكون انت خرجوك من الكامب وداوك للدار ديالك لانك انت طعنتي في القران، وبالتالي فما ما كيديوكش للكامب، فكترجع للبيت ديالك. كتبقى فقط كل اسبوعين او كل شهر انك دير واحد سينياتور، واحد الامضاء اللي كتسنيها باش كتكون وعطيهم بطبيعه الحال العنوان ديال دارك، العنوان اللي انت ساكن فيه بالضبط، يعني كيخص يكون عندهم. مادام القضيه اللي انت فيها ماشي صعبه كتكون يعني مرتاح، فقط انك تجبر على هذاك الامضاء اللي كيكون اجباري انك دير سينياتور الامضاء ديالك كل شهر او لا كل كما قلت لك كل اسبوعين، وبطبيعه الحال حتى يتم الحكم في القضيه من بعد كيرجعوا لك حقوقك كما قلت كامله، وبالتالي كيولي انك صافي كتمارس حياتك عاديه جدا وترجع لك حقوق الاقامه كما قلت لك، سواء كانت اقامه عمل، اقامه سياحيه، اقامه علاجيه، اقامه عقاريه او اي نوع من الاقامات اللي او اقامه عائليه يعني، فكتكون عندك هاد البوسيبيليتي انك ترجع الحقوق ديالك الاقامه كاملين وكتكون صافي الامور ديالك عاديه. هذه مادام انك انت ماشي في حاله صعبه يعني كيرجعوك من ما كيرحلوكش وكيكون الحق عندك في الاعتراض، اما الا كانت سيتوياسيون صعيبه بزاف او لا كانت واحد الامر اللي هو تيهدد سلامه الدوله او لا شي حاجه اللي هي في غير مشروعه او للاتجار او لا شي حاجه اللي هي خطيره، يعني الحاله كتكون صعبه طبعا كتكون حقوق تتكون امور اخرى. انا كنتكلم على الناس اللي هما كيكونوا وقعوا في واحد المشكل بسيط فكيتم الاعتراض على القرار كما قلت لكم في اسبوع، كما كنقولوا حنا المغاربه ما ديرش ما تخافش، فبالتالي كيكون عندك حق في الاعتراض على هذا القرار ديال الترحيل مادام انك انت عايش وخدام هنايا او لا عايشه، سواء شاب او شابه يعني، فالكل يعني عندي يقدر يطيح في هذا الموقف هذا.
انا اللي بغيت نشير ليه دابا هو واحد النقطه معينه. القانون او الناس اللي هي تقدر انها تكون في هذا القانون هما كيكونوا بوليس، محكمه، محامون. دونك لهاد الاجراءات هذه راه ما يمكنش ديرها بوحدك، راه خص ديرها عن طريق محامي. دونك انا هي كنعطيك ان حيت كاين اللي ما كيعرفش كيطيح في هذيك لا سيتوياسيون، ما كيعرفش راسو اشنو غادي يدير. يعني في هاد لا سيتوياسيون اللي قلت لك عليها عندك الحق ديال الاعتراض مادام انت ما الحاله ديالك ماشي صعبه، وقعتي في واحد المشكل داوك بغاو يرحلوك وانت مثلا خدام هنا، ولا عندك اذن عمل، او لا عندك اقامه سياحيه، او لا عندك اقامه علاجيه، او لا انت جاي مع شخص اخر يعني في اقامه علاجيه او لا، فبالتالي ممكن انك تطعن في القرار. حتى اقامه عائليه مثلا لكان شخص متزوج من تركيا او العكس، تكون البنت امراه متزوجه بتركي، فممكن تحفظ فهاد لا سيتوياسيون يعني ديال انها تحفظ شي مشكل ويقبضوها ويحاولوا انهم يرحلوها. فانت او انت يمكنك الاعتراض على او يمكنك الاعتراض على هذا القرار الذي او قرار الترحيل اعني الذي صدر بحقك. مادام قلت ان الحاله هي ليست صعبه جدا فممكن انك تقوم بهذه العمليه. دابا هذا القانون باش نكونوا واضحين، هذا القانون اجي نشوفوا في الميدان في الواقع شنو كاين. الواقع هو انه واحد الحاجه خصنا نعرفوها، جيت لواحد البلد غريب. دابا حنا غنبداو نهضروا دابا صافي هضره ماشي قانون ماشي، جيت لواحد البلاد غريب سواء شاب او شابه تنتسمى اجنبي، راه ما تيكونش عندك راه في بلادك وراه خصك دير اتونسيون بزاف د الحوايج. دونك اذا ما ديرش راسك في شبهه، ما تحطش في راسك في شي مشكل، ما يكونش دمك سخون. انا ما كنقولش زعما كرامه، هادشي ما عندوش علاقه بالكرامه، هادشي عنده علاقه بكيفاش الانسان كيخطط وكيفاش الانسان كيكون يعني ذكي حتى انه يكون في تصرفاته ما يديرش مشاكل. يعني هنحاول يكون حريص، لانه فاش كطيح في هاد المشكل هي القانون كيخول لك انك دير حق الاعتراض وكذا وكذا، ولكن راه كلشي بالفلوس، راه كلشي يعني محامي الان لو قلتيه راك خصك ما هي وما لونها باش انك توصل يعني النتيجه كتقول يا ليتني. اذا فهادشي هذا هو الفيديو اللي قلت لكم عليه. عندك حق سيدي انك تعترض على القرار ديال الترحيل، والقانون كيخول لك هذا الحق، والدعوه تتقدمها بطبيعه الحال في الاداره، يعني لانه المحاكم الاداريه انا كنقصدو حيت كما قلت لكم راه اداره الولايات هي اللي كتقوم. دابا تشد الواحد تشد في اسطنبول فهو كيخصو يكون في الولايه ديال اسطنبول يقدم الدعوه. الا كان في غازي انتاب ولا غازي انتاب فهو مخصو يقدم الدعوه ديال الطعن في القرار والاعتراض على القرار في المحاكم الاداريه ديال غازي انتاب. وهذه واحد الحاجه ضروريه، وانك ضروري تبلغ ضروري ما تبلغ مديريه الهجره بهذيك الدعوه إلغوتش إدارسي، ضروري ما تبلغها بدايه الدعوه بانك راه عندك دعوه وانه كذا وكذا وقع لك مشكل ودفعتي للمحكمه الاداريه للاعتراض على الحكم ديال القرار ديال الترحيل. عندي واحد الفيديو ديال واحد الشاب غادي نحطو لكم ان شاء الله في سميتو في المقطع منه. هذا اليوتيوبر هذا جا تركيا العام اللي فات وقيل جمع شهر مع الانتخابات، فبالتالي هذا السيد هذا غنحط لكم واحد المقطع نيت كيهضر فيه على سميتو غادي نحطو لكم انه وقفوه. جا باقي كاع ما حط ما قالش بسم الله في المطار. كيكون بعض الاشياء اللي هي خصنا نعرفوها، يعني انا كنعطيكم فقط معلومات والواحد ديك الساعه يعرف شنو كيدير. كاين واحد في السيستم عندهم دي كود اكواد، هما كيحطوا كود بحال دابا نعطيكم كود 99، هذا كيتعلق بالناس اللي عندهم علاقه بالانتربول. الكود 116 هو يصدر ضد الاجانب الذين يعرضون الصحه العامه والاخلاق العامه للخطر.
هانتوما كود 116، كود سعودكا يخص المطلوبين بتهمة التهريب، كود في 69 مثلا هادو، هذا الكود هذا يمنح لمن ابطلت بطاقتهم، تعطيهم واحد الكود، هذا الكود هذا اللي تبطلات له الاقامه ديالو خصو ضروري يتوجب عليه ان يعني يعمل اقامه جديده، والا تبقى داك الكود عنده، خصو باش يحيد هذاك الكود اللي هو كود في 69. كاين القضيه باش عندك تنفي داك الكود، بحال كتنفي ديك التهمه، داك الكود راه هو عباره عن تهمه، يعني كتنفي هذيك التهمه من طريق محامي اللي كيكون مختص. راه ماشي انا تهضرت لكم على قضيه ديال كيفاش تعترض على الحكم ديال القرار ديال الترحيل، واش انت لا تعترض عليه؟ لا، طبيعه الحال خصك محامي هو اللي تيعترض، اللي كيقوم بهذه العمليه وباش قلت لكم راه ما هي وما لونها في المسائل، يعني فاش تدخل لهذا المجال القانوني راه صعيب بزاف، وصعيب بزاف وخص الفلوس بزاف. دونك حتى بالنسبه لهذه القضيه فاش يكون عندك واحد الكود كيتحط عليك وخصك باش تحيد هذاك الكود، راه خصك باش تنفي التهمه عن طريق محامي مختص اللي كيحيد هذا عليك، هذا الكود هذا ما كيبقاش تابعك وكتبقاش تطلع ليهم في السيستم، فبالتالي كيوقع انه صافي ما تقلش في تركيا، خصك تم الترحيل ديالك وخروجك فورا من الاراضي التركيه. هاد الولد هذا اللي نحكي لكم المقطع ديالو كما شفتوا غادي لا تقدروا تكونوا تابعتوه، تكلم على واحد السيد توا من هولندا مغربي، تا هو وقفوه فسولوه قالوا له علاش، قالوا الاتراك قالوا له حيت خدام، على حسب ما قال السيد قال بان خدام مع الحكومه الهولنديه. دونك كاين دي كود اللي ما يمكنش تعرفهم وكتقول يا علاش وقفوني شنو السبب، وهما راه كاينين اكواد خاصه كيتحطوا لاشخاص معينين باش، لانه كل واحد كل دوله وعندها طريقه في الحفاظ على الامن وسلامه الامن ديالها وعندها قوانين ديالها خاصه بها، بالتالي ما يمكنش غادي تقول علاش ولا ماشي علاش، هادشي كيبقى على كل دوله وشنو عندها. مازال غادي نعطيكم معلومات، ربما كنعطيكم هاد المعلومات بزاف بزاف وكثيره بزاف، ربما كاين البعض اللي عارفها وكاين اللي ما عارفهاش، كاين اللي عنده البراتيك فيها، يعني كيبراتيكيها تيكون هو واخا ما عارفش القانون، ما عارف شنو فين يدخل وفين يخرج، وكاين اللي مسكين ما عارفش. دونك انا كنحاول انني نعطيكم هذا ومازال نعطيكم لي ديتاي اكثر واكثر، باش انك ملي تكون جاي لتركيا تكون عارف كما قلت لكم المعلومات كامله، وتكون عارف شنو خصك دير، ما هو لك وما هو عليك. وطبعا كما قلت لكم هذه قناتكم، قناه النجم انفو، مازال غادي يكونوا بطبع فيها ما فيهاش فقط ما يتعلق بالقانون، بل فيها ايضا كل ما هو اجتماعي ثقافي، الاشياء اللي هي من التراث ديالنا ديال المغرب. كذلك غادي تكون واحد ان شاء الله في القناه واحد الاشياء اللي هي غتعجبكم بزاف ان شاء الله. غادي يكون كذلك في القناه ناس متخصصين اللي غادي نحاول انني نبدا يعني يكونوا عندي لقاءات معهم ان شاء الله في القناه ديالي. حاولوا ان يعني يكونوا تفاعل اكثر، كما قلت لكم راه رسائلكم كنقراها وكنجاوب عليها داخل سميتو، ولا كانت شي رساله تضطر انني نتواصل مع صاحبها اكيد كنتواصل، فما تبخلوش باللي كومونتير وباللايكات، وكنتمنى الخير لولاد بلادي وبنات بلادي. ومن اسطنبول قناتكم النجم انفو، تحياتي لكم، الى اللقاء. صافي داروا لنا الديبورتيشن، صيفطين معايا هاد السيد هذا، هو سولتهم علاش، قال لك حكا ترطى واقيلا في السيستم فايت لك جلستي اكثر من